تقنعي حالك انه اني اقدر، اني اريد واقدر. بالفعل يعني ده، لكن بعد ما حكينا على اسرار النجاح والعمل، اكيد ضيفتنا الدكتوره شدا قاسم اختصاص علم الاجتماع والنفس اللي راح نحكي وياها بهذا الموضوع. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. شلونك دكتوره؟ هلا حبيبتي. طبعا بعد ما شفنا احنا بهذا التقرير احنا نقدر نقول شنو دور الحب والعمل بالدراسه وبالنجاح؟ حضرتك تفضلتي قبل دقائق ذكرتي معلومه رائعه جدا، انه انا اذا اصمم على شيء يعني اوصل له. اذا بالتصميم والاراده وتحديد الهدف ما في عائق يقف امام النجاح. يعني كل شخص يضع نصب عينه هدف يحب يوصل له، اذا هو كان مصمم طاقات البشر ما لها حدود. لكل منا يعني رب العالمين زرع طاقات ما لها حدود، لو احنا نعرف نستغلها او نعرف نستثمرها بالاتجاه الصحيح. يعني ما فائدة أن أبدع أن أحب عملي حتى أستطيع أبدع، أن أنا أسعى إلى شيء أكبر من طاقتي أو أحاول أن أوصل إلى شيء حتى مو أنا محبة إليه، لمجرد أن أرضي ناس معينين أو أرضي الأهل أو الأقارب أو المجتمع مستحيل أحقق النجاح بهذا الشيء. مستحيل، ما في أي إرادة، لأنه راح يكون العمل مو لذاتي، مو لهدف شخصي أو طموحي الخاص، لا مجرد رضا الآخرين. وهذا هو سر، ولا هو ماكو فشل طبعا، بس هذا هو سر التكبت بالضبط في الحياة، يعني أحد أسباب التكبت. نعم. طيب مشاهدينا، نحب نقول لكم أنه أرقامنا مفتوحة أمامكم لاتصال مشاركتنا بمحورنا لهذا اليوم، سواء أنه تحبون تستفسرون حول موضوع معين يخص النجاح وأساليب وطرق النجاح، أو مشاركتنا تجاربكم الشخصية بالتحديات وإثبات الذات والنجاح. طيب دكتورة شذا، اتخاذ الناجحين، يعني دائما ما يقول لنا أنه أنت تاخذ شخص ناجح كقدوة لك واتبع خطواته، برأيك أنه هذا إذا مثلا كل إنسان نفذ هذا الموضوع راح يحقق اللي يريده بطريقة أفضل وأسهل؟ أن يكون علاقاتي الاجتماعية بأناس ناجحين هذا ضروري جدا، حقيقي هو يعدل من مسيرتي أكيد. عادة الناس يعني إحنا حتى من بعدهم من يكونون أطفال أو بسن المراهقة ننتقي لأولادنا دائما ننتقيهم الأصدقاء الناجحين أو الأصدقاء الشطار بالمدرسة حتى يتخذهم خطوة، حتى أنطي حافز للمنافسة. نفس الشيء حتى من أكبر أني ومجال عملي ضروري جدا أن يكونون أصدقائي ناس ناجحين. قلة من الناس اللي هم أصلا في داخلهم يأس وفشل ممكن أن يغارون من الناس الناجحين ويبتعدون عنهم ويحاولون، لأنه يحس أنه هو ما لا يمكن أن يصل إلى مستوى نجاحهم. إن الإنسان اللي عنده يعني تصميم وإرادة بالعكس يجب أن يكون يوطد علاقته بناس ناجحين وإيجابيين. كل ما يكونون الأصدقاء سلبيين كل ما يحبطوك ودائما يعني يقللون من شأنك ويقللون من لهفتك ورغبتك بالنجاح. كل ما أنا ألتقي بناس ناجحين وأقدر أستفيد من خبرتهم وأتعلم منهم وينطيني دافع أنافسهم حتى أوصل إلى أرتقي إلى مستوى نجاحهم. نعم، فضروري جدا ان يكونون اصدقائي من الناس الناجحين. نعم دكتوره، طبعا لكل انسان اكيد لازم من صفاته يكون عنده صدق واخلاص، شنو هو دوره احنا نقدر نقول حتى لو انسان يقدر ينجح بعمله ويكون مخلص بنفس الوقت بشغله؟ ان اكون صادق مع نفسي اولا. اي ضروري جدا ان اكون انا صادق مع نفسي حتى اقدر اكون صادق مع الاخرين. هذه مهمه جدا، الصدق هو من اساسيات النجاح. يعني أنا من أكون صادق في عملي، صادق أمام أقرب الناس إلي وصادق أمام أصدقائي ومجتمعي، خلاص هو هذا النجاح بحد ذاته. أن مجرد أن أكون صادق في هذا الزمن وفي هذا المجتمع حقيقة يعني هذا يعتبر بحد ذاته هو النجاح. طبعاً دكتورة إذا تلاحظين وليندا بعد قليل بهذا الشيء صح؟ قلة يعني لأكل الصدق والإخلاص. بالضبط، لذلك يعني أنا أقول لك أنه يعتبر الصدق بحد ذاته نجاح. يعني هذه بهذا الزمن الإنسان من يكون هو صادق يعتبر يعني خلي يعتبر نفسه يمكن يكون شاذ زمننا هذا حقيقة، يعني قد يكون شاذ لكن هذا الشذوذ هو اللي يرتقي بالمستوى. طيب خلينا نأخذ اتصال. أنا علي من بابل، يسعد صباحك علي. ألو صباح الخير. صباح النور والعافية، تفضل. ألو
انت ويانا على الهواء علي، تفضل. تسمعنا علي؟ الو علي، قطع الاتصال مع علي. طيب دكتورة، برأيك يعني كل إنسان، أو هو بالفعل إنه كل إنسان يتميز أو يمتلك صفات خاصة بي اللي هي القدرات الفردية لكل بشر، اليوم إحنا شلون من الممكن إنه كل إنسان يكتشف قدراته ويظهرها لحتى يكون ناجح بعمله؟ هذه حقيقة يكون مو بس هو الإنسان نفسه يقدر يكتشفها بحد ذاته، أكيد المجتمع المحيط به، أكيد يعني العائلة أو البيئة اللي يعيش فيها، المدرسة، هذه منذ الطفولة لكل إنسان صفات ولكل إنسان مهارات خاصة به هو وحده تميز عن الآخرين. يعني إحنا وإلا ما تلونت الحياة، لو كان الكل باتجاه معين ما كان ممكن أن يكون عندنا المهندس والطيار والطبيب والفنان. هذه كلها منذ الطفولة، يعني بالصغر تبدي تظهر اتجاهات ومهارات كل شخص. منو اللي يسخر هذه بالاتجاه الصحيح ومنو اللي يستغلها؟ الأهل، البيئة والمدرسة. ممكن أن تنمي هذا الاتجاه وتكبره عند الشخص. أما الإنسان اللي ما اكتشف بطفولته مهاراته وما كان أكو ناس يعني ممكن يعني ساعدوه أنه ينمي هذه المهارة، هو من يكبر راح يبدي يلاحظ انه اتجاهه بسير اتجاهه باتجاه معين، او مهارته تكمن في اتجاه معين، هنا تجي شطارته وتجي اصراره على انجاح هذه المسيره وعلى الاستمرار بهذا الاتجاه. يعني يكون عنده خبره، معناته يعني الواحد بشغله لازم يكون له دور خبره حتى يقدر يكمل طريقه بالنجاح. بالضبط. والأضبط من هذا اللي يعني من أساسيات النجاح أنه أنا ما أكتفي عند حد معين. يعني أنا يوم وصلت إلى مرحلة مثلا بدراستي أو بحياتي العملية وصلت إلى موظف، استفدت رئيس قسم، بعدين أترقى، دائما أطمح للأعلى. شنو اللي يخليني أنا أحقق الأعلى؟ مو بس طموح، مو بس أحلام، إحنا نحلم، الكل يعني يحلم، لكن تحقيق هذا الحلم كيف يجري؟ بالمثابرة والعمل. أنا ما أتوقف، يعني عادة إحنا بمجال الأساتذة يعني والدراسات يعني دائما الأستاذ من يأخذ الشهادة العليا خلاص ارتجى، يعني هو ترقى وصل إلى أرقى مرحلة، هذا أكبر خطأ. يعني خلاص خبراته، حتى الطبيب، حتى بكل مجالات الحياة. أنا إذا أتوقف عند ما شاء الله تلاحظون التكنولوجيا والتطور السريع بالمعلومات، يعني إحنا كل يوم كل دقيقة تجينا معلومات حديثة، العلم يتوصل إلى أشياء أعمق وأكبر. فإذا أنا ضروري أكون متابعة جدا، أستمر إلى نهاية عمري أتعلم. طيب دكتورة شذا، بالنسبة للدعم، كل إنسان يحتاج دعم لحتى يحقق أهدافه وأحلامه. طيب الدعم الخارجي أو الداخلي، من داخل الأسرة أو من الخارج من المحيط، شنو ممكن إنه يأثر على الإنسان سواء على صعيد نجاحه أو حتى ممكن يكون سبب فشله؟ الدعم الأسري منتهين منه، يعني أكيد عائلتك تحب لك النجاح وتحب لك الوصول، العائلة المقربة أنا أقصد، الأم، نعم، الأب، الأخ. لكن للأسف الشديد بمجتمعنا بشكل خاص أنا أتحدث، يعني لأنه أنا برا شفت يعني غير شيء مختلف، بالضبط مختلف عن نفسياتنا إحنا هنا. ما أعرف، هنا أعداء النجاح كثيرين حقيقة، لكن الإصرار ممكن أن يطغي على هؤلاء، يعني ممكن أن هو يقضي على هؤلاء الأعداء. يعني ما ممكن أن أخلي أنا شخص لمجرد أنه مغتاب من نجاحي، نعم، ويحاول دائما يضع العوائق أمامي حتى يكسرني أو حتى يحاول يحد من هذا النجاح. أنا مجرد أن أستسلم له في داخلي خلاص انتهى النجاح. أكيد إحنا نرجع لك لأنه عندنا اتصال منال من النجف ويانا. اتصال، صباح الخير. ألو حبيبتي، إذا ممكن تسمعينا بس نصي صوت التلفزيون إذا ممكن. صباح الخير عليك يا منال. ألو، صباح الخير منال. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. ممكن أعطي الدكتورة؟ أي تفضلي حبيبتي. الدكتورة أنا موظفة بس أريد أحاول غير مكان، أرقى شوية، وهذا المكان يأخذ مني يعني قليل أجوري وزود ساعات العمل، شنو رأيك؟ يقلل العفو شنو؟ قل أجورها وتزيد ساعات العمل. بارك الله بيش، اي بارك الله بيش. أرتب هو مكان أحسن، يعني أرتب بالنسبة لي. نعم. وأنا محتارة دكتورة. لا تحتارين، توكلي على الله.
يعني مهم أن يكون أرقى علميا وأرقى كما كان الفلوس. أرقى أي نعم. يعني صدقيني الفلوس هي آخر شيء الإنسان الناجح يفكر به. آخر شيء هو المورد المادي، إحنا ما ننكر إنه هي المادة أساس الحياة، لكن يعني أن أضع نجاحي بالمقابل المادي، المادي خلاص ضاع النجاح، ضاع حلمي. نعم. ضاع نعم. بارك الله بيش. أنا يعني توكل على الله وارتقي بمكانتك العلمية وهذا هذا الشيء. وأنت سمعت كلام قلت لا تفكرين بالآخرين، يعني هي شوية خلتنا نتصل بيش. أنا جاي أفكر يعني بغيري. لا الإنسان يعني لو بقى يفكر بغيره بحياته ما راح يحقق اللي هو يريده وما راح يوصل للي يريده. إذا بقيت تفكرين بالمحيط دائما، أنا أوكي أراعي المحيط أراعي الآخرين، لكن أنا أخلي نفسي أنا الأول في مجال تطور عملي أو مصلحتي أنا وين. لازم أنه أنا أنظر لنفسي ولراحتي أول ومن ثم الآخرين. يا منال مو كل شيء بالمادة، لأنه بالواحد بالنهاية ممكن أنت قاعدة هنا تحصلين على خبرة تحصلين على ثقافة أكثر. فشكرا لك يا منال. أكيد الواحد ممكن يا دكتورة يحصل على مهارة بالعمل بعد. بالضبط بالضبط. أصلا أنا أكون نموذج لأولادي، نموذج للمقربين، حتى نموذج للناس اللي هم يحاولون يحبطوني، أعداء النجاح اللي نقول عليهم، من يشوفوها ترتقي لهذا المستوى وتتعلى عن الماديات، هذا هو سر نجاحها، يعني هذا هو قمة النجاح. دكتورة وصلنا مرحلة ممكن أني أفكر حتى لو كان الشغل سيء، حتى لو كان يضرني، أو سواء كان عدد الساعات قليلة أو هواية، خلاص أني مجرد إذا كان المادة عالية أو المبلغ عالي إحنا نقدر نقولها الراتب، فالأكثرية ما نقدر نقول الأغلب بعد أنه صار لا خلاص أوكي يعني أوافق على هذا الشيء، يعني قلة تجين أحد يفكر بهذه الطريقة. هذه بهذا التصرف أنا أحبط نفسي أولاً حقيقة، يعني أن يعرضون علي يعني شيء مادي وأتخلى عن طموحي وأحلامي وأتجه للاتجاه المادي، أي المادة خلاص إحنا نصنعها صحيح وممكن أن تزول، لكن المكان الاجتماعية اللي راح أخلفه والمكان اللي راح أرتقي به وهذا هو سر النجاح أكثر من المادة يعني بكثير. طيب كل إنسان مر بحياته بتجارب كثيرة لحتى ما وصل للمكان اللي هو يريده أو بمنتصف الطريق للطريق اللي هو رايده واصل له. كل إنسان مر بفشل أوكي؟ فكل فشل بحياتنا إلى دور بنجاحنا. لكن قبل ما تجاوبيني على هذا السؤال خليني أخذ مريم من ديالة. صباح الخير مريم. صباح الخير يا مريم. حياك الله أهلا وسهلا. تفضلي مريم. سلامي حبيبتي أتراحتي يا دكتورة. تفضلي طبعا أكيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. شلون دكتورة؟ أهلا وسهلا. دكتورة أكو يعني حياتي مشكلة إنه المقارنة بين الأشخاص الثانيين. قارن بين نفسها والآخرين. يعني أنا لا مو أني. نعم. الأشخاص اللي عايشة وياهم يعني أحسهم يتقارنون وياي، يعني دائما يحاولون يقلدوني، دائما يحاولون يعني يسببوا لي الأذية، ما أعرف سبب غيره، سبب يعني ما أعرف شنو الموضوع اللي يخليهم يسببوا لي الأذية. أنا كيف هذا شيء رائع يا ستي العزيزة، هذا شيء رائع انه اكون انه يعني شو هذا الشيء. نعم. اعرف هذا الشيء انه هم يسوون هيك بسبب غيرتهم لان انا بالضبط بالضبط، بس اكون شيء وتقولي يعني شيء يقولوا لي لا هم يسوون هيك لان انت مغروره، لان انت شلون نقول يعني يوجهولي الغرور، بس انا ما مغروره، انا احس هذا يعني طبع بي مو قصة غرور، بالعكس. نعم. والله متواضع الى ابعد الحدود، بس ما اعرف ايش هاي يعني الاتهامات اللي توصل لي دائما مقارنه بالناس، الناس تحكي الناس تقول الناس، يعني انا اذا عندي ثقه نفسي ليش اسمع كلام الناس، ليش اخذ الناس، يعني انا برايي الناس سويت زين ولا سويت مو زين الناس تحكي علي بحكاك بالحالتين يعني. صحيح. لو يا عزيزتي بس يعني اعرفي شيء واحد، انه لو كان المحيطين بك يستطيعون ان يرتقوا الى مستواك لما تحدثوا عنك، يعني هذه المقوله خليها هذا اللي اقصده. نعم. هذا اللي اقصده. نعم. بس اللي اريد اتهمه من البعض، يعني اكو انسان يتهمك الى انت
بلاش شو تسوي لان انت مغرور وما توصل لك يعني هاي ما يقول لا اللي على صوته يقول ادنى مثل يقول اللي ما ينوش العنب حامض عنه يقول مريم ممكن انه اقول لك شغله يعني اليوم اني لو فرضا ردت اقلد مريم انا اذا كانت مريم مغروره ما راح افكر اقلدها او اسوي مثلها بس حتى وان قالوا مغروره انت بينك وبين نفسك خلي ببالك قناعه خلي يقولون اللي يريدوه اني ناجحه ولو ما اني ناجحه ما افكر يقلدني او يسوي اللي اريده اني صحيح اني هذا هدفي وهذا اللي افكر فيه يعني اقول لو ما ضديات يعني لو ما الغيره اللي ما وصلوا ما وصلت لها اني كان ما سووا هيك يقول لا انت يعني لا تخلين هذا الموضوع مشكله لا ابدا لا تخلين هذا اوكي اني متكبره اني مغروره لكن اني ناجحه عن نفس الوقت انا انسانه ناجحه فما يهم ما يهمني غروري ولا انا عندي هدف وداس عاله ما يهمني انه نظرتكم عني خلاص يا مريم اذا انت تمسكتي بهذا الهدف انت اللي قدام راح تحققين النجاح وما لك دخل باللي حواليك يعني دائما يعني دكتوره اي انا اقولها ابقي كما انت ابدا لا تحاولين تغيرين نفسك على مود المجتمع او المحيطين بك يعني نعم. أنا بالنسبة لي أحس نفسي يعني أحس نفسي يعني هسه أنا هذا الشخص من أغار من عنده أو أشوف شيء عنده نعم. يخليني أغار أريد مثله ما أروح أسوي مثله أو أحكي به لا أصير أنا أحسن منه أكون أنا أحسن منه أوصل للي هو ما قدر يوصل له هذا هو التصرف الصحيح بس بحيث نعم. ما أخليه ينتبه إنه أنا أردت هذا الشيء أو غرت من هذا الشيء ماكو إنسان ما عنده غيرة أحسن. بس مفهوم الإنسان يغار أكيد أن الإنسان يوصل طبعا يا مريم إحنا قاعد نحكي ويا الدكتورة حلو الإنسان يغار لكن اللي يغار إيه؟ الطريقة صحيحة أحسن بتنافسية بالفعل مو يعني أنا خليني أنا أحاول أصير مثل هذا الشخص الناجح بس مو أحاول أفشل الشخص الناجح حتى ينزل إلى مستواي هذا القصد من هذا الموضوع أن الغيرة بهدف مو الغيرة إنسان ناجح يا مريم بالضبط الغيره بهدف من تغارين من شخص أكيد. توصلين للهدف مالتك هاي الغيره حلوه بس الغيره تحقد تخليك غيرتك تخليك يعني تعمين على نفسك وعلى الشخص المقابل هذا حقد اسمه هذا مو غيره هاي ما اتوقع اسمها غيره هذه حسد هذه حقد يعني حقد. بالفعل طبعا شكرا لك يا مريم ودائما خليش على هذا الاصرار واكيد ما راح تخسرين اللي قدام بحياتي طيب دكتوره احنا قبل لما ناخذ اتصال مريم كنا نتحدث عن الفشل ودوره في نجاحاتنا يا عزيزتي لا شيء اسمه فشل حقيقه هذه كلمه احنا نرددها حياتنا كلها عباره عن تجارب وهذه التجارب قد تكون نتائجها مرضيه لنا او غير مرضيه الغير مرضيه اللي احنا نقول عليها فشل هاي الغير مرضيه أنا ممكن أن أشخص الخلل وين كان وأعيد التجربة حتى أنجح وإلا هم العلماء السابقين وأجدادنا اللي ارتقوا اللي وصلونا لهاي المرحلة ووصلونا إلى هذا المستوى من العلم وهاي التكنولوجيا هذه كلها أساسها عبارة عن تجارب نجح فشلت ما فشلت لكن ما أدت نتائج مرضية تكررت أكثر من مرة آلاف المرات إلى أن أصل إلى النتيجة التي أبتغي لها هنا هي معنى الإصرار والتصميم أنه أنا هذا الشيء وضعت نصب عيني أرتقي إلى أتحدى الكل وأحاول أصل إلى هذا الهدف وأحققه إذن هذا تصميم ذاتي هذا النجاح والفشل من نابع من داخل الإنسان نفسه من ثقتي بنفسي أنا واثق من عملي خلاص أحقق اللي أريده مهما كان صعب نعم دكتورة قبل شوية كنا أخذنا اتصال من مريم قالت أنه أكو ممكن يصير الواحد منافسة أو شخص أني أقدر أغار منه لكن أكو أعداء صحيح. وأعداء النجاح يسموهم أكيد من هم هذول الأعداء أنت برأيك الناس اللي هم ما عندهم ثقة بنفسهم اللي ما عندهم اتجاه محدد يعني يستطيعون ان ما عندهم هدف محدد هم يستطيعون يرتقون اليه فيبدي الانسان اللي متزعزع الثقه بداخله يبدي يحاول يقلد كل ناجح هذا ما ممكن ان يصل الى نتيجه لانه كل انسان ده ينجح باتجاه معين لانه عنده طاقه وعنده عنده اصرار او نجاح باتجاه معين
أنا أشوفك ناجحة أحاول أقلدها، أشوف الأخت ناجحة بغير اتجاه أحاول أقلدها، بالتالي أنا كل شيء ما راح أحظى لأنه أنا ما عندي هدف بنصب عيني أريد أصل أحاول أن أصل إليه. هؤلاء هم أعداء النجاح. ترى يعني حتى تحشين أنت أكو ناس تلاقيها يعني شغلهم أحسن من اللي مثلاً أنا خليني أقول إن شغلي أحسن من اللي قدامي. نعم. أوكي. نعم. وبهواية أحسن، بس تلاقيه إنه ناس عندهم يعني هذه النظرة إنه عندهم لا ليش هو مثلاً هذا الشخص أنجح مني، ليش هذا الشخص مع العلم هو مكانته يعني أعلى من المكان اللي هو قاعد يحسده للشخص اللي نعم قدامه. نعم. هذا الخلل مو بالشخص المقابل، هذا الشخص الخلل بي أني بالشخصية. بالشخصية النفسي إذا كنت أنا معناها أني غير واثقة من نفسي. نعم. غير واثقة من نفسي بحيث أني قد ما أدي عمل أحاول إيه بالضبط قد ما أحاول أرتقي بعملي وقد ما أحاول أطور من نفسي أحس دائما إنه أني أقل من من المقابل. نعم. وهذا الإحساس هذا الإحساس فشل داخلي. نعم. نعم. طيب بعض الأشخاص يعني تلقي أنه ناجح بحياته العملية والاجتماعية ومكانته أيضا عالية، لكن أنه تصير عنده عدة إخفاقات في نعم تجارب معينة. إحنا قلنا نبعث كلمة فشل. نعم. عنده تصير إخفاقات في تجارب معينة. ليش هاي الإخفاقات؟ هل هو أنه بسبب أنه ما وضع خطة مدروسة ومحبكة بطريقة منظمة أو حقيقية؟ لا أبدا، كلش واردة جدا يعني أن تكون المقومات المحيطة به كأن يكون مثلا المحيط اللي هو عايش به أو عدم توفر الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف، يعني ما حقق له، يعني ما 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 في شيء حواليه هيئ له الأمور إنه يحقق أو ينجح باتجاه معين. هاي الإخفاقات إذا كانت من داخل الشخص نفسه أو بأخطاء من الشخص نفسه ممكن جدا أن يقومها، لكن إذا كانت خارج إرادته من المجتمع، من الانعدام التقنية أو عدم الدعم من قبل الأهل أو من قبل الأقارب أو المحيطين به، إذا ظروف بيئية محيطة كلش واردة أن هي تعيق عملي، تعيق نجاحي، أو يعني تساهم بشكل أو بآخر بإخفاقي باتجاه معين. لكن مو معناه أني أتوقف، ممكن هذا العائق صار اليوم وخلاني أخفق باتجاه معين، لكن أنا إذا استمر أسعى أن أحققه وأتجاوز هذه الهفوات اللي تصير أو الأشياء المحيطة اللي هي اللي كانت سبب العائق، ممكن أن أصل وممكن أن أتخطى هذا الإخفاق. نعم. بحياتي. نعم. عندنا اتصال. كلنا نتعرض عفوا للإخفاق أكيد. نعم يا دكتورة. نعم. عندنا اتصال. نعم. نعم. عندنا اتصال صبيحة من البصرة. قطع الاتصال. نعم. طيب نستمر بالسؤال. أكيد طبعا دكتورة، أكيد إحنا يعني شلون نقدر نقول أكو طرق نقدر نستخدمها حتى إنه إحنا نفكر بها رح نوصل للنجاح. نعم. ماشي، بس من هاي الطرق تكون غير مشروعة، فتتوقعين إنه شلون الواحد يقدر يوصل للنجاح إذا هي كانت الطرق أصلا غير مشروعة؟ هذا حبلها قصير، يعني هذا حبلها قصير قد ما كان النجاح، يعني لابد وأن في يوم من الأيام يرجع إلى أسفل السافلين. يعني في النهاية ما ممكن لأحد ما ممكن لأحد يعني بالرياء والكذب والغش يعني يستمر حياته كلها، مستحيل، يعني لابد وأن ينكشف في مرحلة معينة. يعني المثل حبل الكذب قصير. أحسن. طبعا دائما ينكشف يعني الغش بغش قصير. بالضبط. ما العمر طويل. ما ممكن أن تستمر الحياة، لأنه أنت ممكن أن بالغش تصلين إلى مرحلة معينة، ما ممكن أن تستمرين الحياة كلها بالغش ترتقين. يعني لا يمكن. مستحيل. لا يمكن، لابد أن تصدمي أقصى مرحلة. لابد أن يصطدم بمجتمع صادق. الهرم رح يوقف. لابد أن يعني رح يصطدم بمرحلة معينة بمجتمع نزيه بأناس نزهاء ما يتقبلون هذا الغش. بس دكتور مرات الصراحة الغش يفيد. بس في الامتحانات. يعني مرات. توافقني رأي لا بالامتحان. لا لا احنا على وجه امتحانات لا تطلب لا تعدم عنها الامور. حتى فرصة يقول. احنا لا ما نقول غش، نقول الاستعانة بصديق. بتقوي العلاقات بين الاصدقاء. يعني بس مجرد اللي يدير وجهه للمدرس اقدر اني اغش ناني لا ممكن تفيد. وهذا اعتراف لكل مدرساتي اللي تابعوني، ترى اني هواية غشيت بالرياضيات، هواية غششت بالانجليزي لاني مو زينة بالرياضيات بس قوية بالانجليزي. كان معنا اتصال علي من بابل. صباح الخير يا علي. علي نصفة التلفزيون تسمعني علي؟ الو صباح الخير. صباح
صباح الخير يا علي، اذا ممكن تنصي صوت التلفزيون حتى نقدر نحكي ياك بصوت واضح. شلونك علي؟ شلونكم؟ احنا زينين حياك الله. تفضل علي. ممكن اسمع الدكتوره؟ اي تفضل. شكرا لك. تفضل. قطع الاتصال، اذا يسمعنا يعاود الاتصال بينا. طيب دكتوره، يعني من الامور اللي انا حاليا اعتبرها مهمه، باي عمر يبداون الاهل يوضحون معاني النجاح لي واهميته لاولادهم؟ الطفل من عمره سنتين يبدا مهاراته تتوضح. عمر سنتين يبدا يستقبل العباره، يفهمها بس ما يعرف يعبر ويجاوبنا، يعني بس هو فاهم يوضح لنا، بس هو يستوعب بالضبط. يبدي يستوعب. انا منين ابتديها؟ من الطفوله اشوف مهارات ابني او بنتي وين تكمن، باي اتجاه. هوايه مرات احنا نشوف اطفال مثلا اللعبه الميكانيكيه يفتحوها ويردون يركبوها، وهذه هذه كلها هذه المهارات هي حقيقه تنمي عقله وتنمي قدراته الحركيه. من هذه من هذا العمر انا ابدا ارسم لابني طريق النجاح. يعني ما اتحدد عند سن معينه، انا مو ابني يوصل الى مراحل مراهقه يلا ابدي انا اوضح له انت لازم تمشي، لا لا، هو لازم يكون ناجح منذ الطفوله الى ان الى الكبر. نعم. يعني كل مسيره حياته انا ارسم له طريق النجاح. نعم. دائما. نعم دكتوره، دائما الانسان الناجح ممكن يحتاج انه واحد يحتضنه. بالدول برا تلاقين يحبون يدورون، مو بس يدورون دواره على الانسان الناجح او الموهوب، اي او الموهوب، يسهلون كل الامور، تلاقين يسهلون كل الامور، لكن احنا هنا تلاقين هذا الشيء معدوم، ما نقول قله انما معدوم. يعني الاخت ذكرت قبل شويه انه الاخفاق بالحياه، مو هو الاخفاق مو من عندي يبدا، لما يكون ما حد مهيئ لي الاجواء اللي تساعدني على ان انجح المشروع اللي انا دا اسعى الى تحقيقه. كثير من الناس حقيقة ما يوقفهم هذا الموضوع، هو بجهود شخصية وبجهود مادية ويعني معنوية شخصية ويكفل بهذا الموضوع. هواية تلقين كثير من الناس يعني تجدين المحيطين بهم اللي يدعموه، ما أحتاج أنا دعم الدولة وما أحتاج حتى يدعمني شخص أكبر مني حتى أنا أستطيع أرتقي بمشروعي أو أصل إلى تحقيق شيء معين. هذا الشيء حقيقة وللأسف الشديد أذكرها أنه الدولة عودتنا أنه إحنا نعتمد على نفسنا. خلاص أنا أريد أحقق شيء أنا أحققه بنفسي، أنا أسعى وأسخر كل جهودي العقلية والمادية والاقتصادية حتى أحقق هذا الشيء بدون دعم خارجي. السؤال آخر، إذا تلاحظين حتى لهذا السبب يا ليندا، بالدول برا تلاقين أطفالهم عندهم قوانين، إحنا لا نقول شنو هاي القوانين اللي الطفل بعد عنده حماية الطفل وحماية، يعني كلش حريصين، تلاقيهم هم معتمدين على نفسهم ومكونين منذ الصغر شخصية لهم. نعم. من يكبر يعني تقولين اساس التربيه صحيح، اساس تربيه هذا الجيل صحيح. نعم. احنا دخلت بي للاسف الشديد كثير من العوائق، اصبحنا لا نستطيع السيطره على الجيل القادم ولا نستطيع توجيهه اتجاه صحيح، يعني للاسباب كثيره طبعا. نعم. يعني طيب كل انسان يعني مثلا ممكن انه عنده مقومات تميز عن غيره. اليوم انا قدامي مجموعه اطفال، مثلا اكو طفل يكون يحب يكون قيادي، اكو طفل باللعب احنا ممكن احنا نشوف هاي الشغلات بهم، هذا مثلا قيادي، هذا لا مطيع ماشي وراء القيادي، يعني يكون بشخصيته، واحد لا يحب القوه يدير انه مسار اللعب له. يعني من قدامي انا هاي مجموعه الاطفال، شلون راح اعرف انه هذا راح يكون ناجح بمستقبله وهذا راح يكون متعثر بمستقبله؟ هذه أنا الأمور اللي أهيئ الهياء، يعني صاحب مثلا اللي تحدثت عنه القوة، هذا ما يعني ضروري أن نضع له رادع، لأنه هي الحياة ما تمشي بالقوة، ما ممكن تمشي بالعقل تمشي، ولا هذا الإنسان المطيع الخامل ممكن أن يستمر هو بحياته. كثير من الشخصيات تتغير مع تغير الزمن حقيقة، يعني الأطفال ممكن في كثير من الأحيان إحنا نبني أسس لأطفالنا، يعني هذا إنسان لكن هو من يكبر يمكن يتغير جذريا، المجتمع ممكن أن يغير، المدرسة، الأصدقاء، كثير من المحيطين بالشخص
الشخص تغير من شخصيته. يعني عادة الطفل من يكون بالبيت تكون شخصيته غير شكل، من يطلع ويا أصدقاء تلقي غير شخصية تماما، يتمحور مع الأصدقاء مع المحيطين به. فإذا إحنا دورنا بهذا الموضوع أن ننتقي الأصدقاء الجيدين الأصدقاء الإيجابيين حتى ابني يعني أتأكد أنه ابني بالاتجاه الصحيح ليس يعني. نعم دكتورة، مو بس على الأصدقاء، احنا وصلنا مرحلة تكنولوجيا هاي يعني سوت أكو من أكثريتها السلبيات اللي أثرت على المجتمع بأكمله، وأكو بيها لا ممكن من عن طريق التكنولوجيا حققوا نسبة نجاح. صحيح. فالواحد شلون يقدر يعني يضبط الموضوع؟ هذه المشكلة أنه الأهالي نفسهم ما عاد لهم سيطرة على أولادهم بهذه الناحية نهائي. يعني الأولاد أصبحوا مثلا يقضي معظم الوقت هو على الموبايل على جهاز أو الألعاب، هذه تجمد عقله تماما. هذا ماكو أي مهارة، لكن يقدر الأهل بتوجيه الأهل يستغلها لنجاحها. أحسنتي، أعرف أني أوجهها بالاتجاه الصحيح يعني، أو على الأقل أضع له برامج تحفز التفكير، تحفز الفهم، تحفز عنده الذكاء أو روح البحث. كثير من الألعاب ذكية، ألعاب ذكية تحتاج إلى تفكير. ألغاز كثير من الألعاب هي الألغاز، هذه الألغاز تحرك الدماغ والعقل وتنشط الذاكرة وتنمي الذكاء عند الطفل. هذا مسؤولية الأهل حقيقة بالدرجة الأولى. نعم. دكتورة شذا قاسم اختصاص علم النفس واجتماع، شكرا لك وشكرا لوجودك يعني. شكرا لك، شكرا جزيلا. طبعا اكيد يا ليندا. رح ننتقل الى مراسلنا جابر جمال وتظاهر امام المنطقة الخضراء.